مرحبا، أنا اسمي محمد عيسو وبعيش هون في سويسرا زويريخ. شفت عينكم هون. أنا لي 3 سنين متصوت في طلقة نارية في سوريا، وصار معي شلل. شفت عينكم، أنا على كرسي متحرك وأنا عمري 27 سنة، وصحت لي الفرصة أني هلا أرجع أساوي عملية في أردن، لأنه العملية بأردن أرخص بكتير من هون. فبتمنى أنكم تساعدوني حتى أرجع أتخلص من هذا الكرسي المتحرك، حتى ترجع حياتي الطبيعية وأرجع أمشي. وعن جد إذا بتساعدوني بكون ممنونكم، ورح تشوفوا كل المعلومات على الصفحة تحت. وشكرا لكم.